إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأطول أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجا إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا لكم بعفائكم قد غفرت للطف آل الخنا واستعبدت حراكم معشرا ملكتموها قبل ذا الزمنا في معرك قد ضاق في أهله واتسع الخلق ولا حلفنا أفصح بالموت لسان الورى ومصقع القوم غدا الكنى كأن ابناء علي بها ساد غيل تحتها بالقنا نادوا فإما أن نبيد العدا أو أننا نبعث من هنا كل فتى تلقاه مستبشرا إذا منادي الموت قد أعلنا قد اتخذ السيف له صاحبا وصهوة المهر له مسكنا وفي الورى تكفي عن سيفه كرات عينيه إذا ما هرنا بشرى بني فهم فأبناؤكم ماتوا وهم أزكى الورى عينا لا ترطم الأيدي وحق لكم أن تعقدوا أندية للهنا إن الأولى في كربلا صرعوا نالوا بذاك اليوم أقصى المنى باعوا نفوسا لهم قد غلت وأرخصوا من سعرها المثمنى واشتروا العلياء نقدا بها ومشتري العلياء إليه يغبنا واجتنوا العز بأسيابهم والعز من أطيب ما افتنى وقاتلت عن هاشم غلمة تمنعها الأحساب أن تجبنا وكافحت عن هاشم فدية ترى المنايا هي خير المنى لكن يقول الاستقامة لكن رأوا أن بدار البقاء نيل الأماني لا بدار الفنا ماذا صنعوا قال فاستسلم
له للموت من بعد ما أسلمهم في جري الأرسنى تلك الجسوم الغر التي لها باتت على البرغاء لن تدفن. يتكلم فيها القصيد كلمة كأن أبناء علي بها وبشرى بني فهرن فأبناؤكم. طبعا الخطاب من السيد موجه للهاشميين في قوله كأن أبناء علي، وأيضا في قصيدة أخرى يقول شاعر يصف طبعا ثباتهم وشجاعتهم: أبوهم علي ليت كل كريهة له وثبات شوهدا ومواطن، ومن يرهم في الطعن مثل أبيهم تبين أو تيقن أن المكرمات معادن. ثم في قصيدة أخرى له أيضا كأنه يوجه لأمير المؤمنين تحت يقول له: أبا حسن إن الذين عهدتهم قصار الخطا إلا لكسب الفضائل وعزيك فيهم، يا لك الخير إنهم مشوا لورود الموت مشية عاجل. أراد بنو سفيان منهم مذلة وذلك من أبناء نشأ وذلك من أبناء صعب التناول. دائما الشعراء لما يريد يأذن قتل الطرف ويريد أن ينسبهم ينسبهم لأمير المؤمنين يقول دول أبناء علي. زين نجي نقول هذه النسبة نسبة البنوة لهم أو منهم لعلي بن أبي طالب من يابان، هل هو كما يقول أهل اللسان من باب التغريب يعني؟ وإلا المفروض لما بين الله قتل الضد الذين قتلوا من أبناء علي بما فيهم حتى الحسين 17 رجل والباقي كلهم أجانب والنسب أجانب كلهم 17 رجل ذولا يعني العباس وإخوانه وأيضا أولاد عبد الله بن جعفر باعتبارهم زينب بنت علي زين وأولاد رقية أيضا باعتبارها أنها بنت الإمام علي وأولاد الحسين باعتبار أن جدهم أمير المؤمنين. المهم 17 مع أولاد الحسن 17 المفروض أن قتل الطفل 72 هذا كرسي معروف. الباقي وين؟ الباقي دول هم من أبناء علي. لما الشعراء يقول أبناؤكم وذلك من أبناء كأن أبناء علي ومن يرهم تقطع مثل أبيهم، زين هل هو هذه البنوة النسبة يعني على جهة التغريب؟ لأن أكو مثلك عند أهل اللسان شيء يسمونه تغريب، مثلا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ما المفروض على أن اللي في السماوات وفي الأرض أكو نوعين ما يعبر عنهم بما، مثل الإنسان ومثل الملك. الإنسان والملك يعني عربية أو لغة ما يعبر عنا بما، يعبر عنا بمن، لاحظ بمن. بينما يقول سبح يعني خضع وأقر واعترف لله ما في السماوات وما في الأرض، وأدخل هذا العاقل وهو الإنسان والملك بالعموم يعني معناه شمله. يجي في مكان آخر يسبح لله من في السماوات ومن في الأرض. يعني الآن لما نجي ونقيس الملائكة والإنسان بالنسبة إلى بقية الخلق من سماء وأرض وكواكب وأجرام وكذا يعني جد لا يتجزأ، لكن تشوف غلب الكثير غلب القليل تارة على الكثير وتارة يغلب القليل على الكثير على القليل يسمونه تغليب. هل هذا من باب التغليب يعني باعتبار أن القائد الأعلى هو الحسين بعد المسؤولية عن الثورة أخوانه وأولاده والبقية ذولا أتباعهم فتغليبا قال ذولا كل أبناء علي باعتبار أن أبناء علي هم السبب فتغليبا أو لا بشيء آخر لغرض آخر لأن أكو أغراض أخرى؟ ترى نقول له مو تغليبا، الواقع
إنما لما الشاعر يقول كأن أبناء علي بها أو ذلك من أبناك أو أبوهم علي. إخواني دلوا شوي، لقد وضعت أوزارنا شاهد أو لا يقصد الابن المجازي والابن الحقيقي. معظمنا بدون وأحيانا يسمونها مجازية ونقدر نسميها ادعائية بعد. يعني الآن لما اجي واحد وياخذ لطفل ضايع يعني اقرب في المنطقة وتوفى مثلا لحادث ما، ما اكثر الحوادث، سيارة ما مثلا صادمة فيها اقرب اب وام واخو كذا وفيها طفل صغير وما نجى من السلم الا هالطفل الصغير واصبح ضايع ما حد له. زين تيجي فد واحد يقول لك انا على كل حال عندي خير كثير وهذا الطفل مثلا عمره سنتين او عمره ثلاثه او اربع والحمد لله ليش ما اخلي ويا اولادي وانفق عليه واخنو عليه وابذل له شفقتي ورحمتي وكذا وحمايتي. بالفعل ادرجه هذا كبر يسمي هالاب ويسمي هالرجل بويه مثلا ابي هو بعد هل يناديه ابني لأن لا ينكسر خاطره مثل ما ينادي اولاد الصلبيين ولدي ولا هذا بعد ولدي مثلا حتى لا يشعر بيوتهم مثلا ولا يشعر التمييز مثلا بينه وبين الغير. هذا يسمونه ابن الدعاني. زين وتأثر لا حتى دعوه بدون هذا. يعني لما واحد يدخل منطقه من المناطق باعتباره عمره مثلا عمره 40 30 45 يشوف له طفل يقول له تعال بني دلني على بيت فلان هم ادعى لانه باعتباره كبير وهذا صغير مثل ابنه هم ادعى انه يسمونه الدعاني. وطبعا هذه البنوة الدعائية كانت موجودة يعني كانت موجودة في أيام الجاهلية قبل الإسلام لأنه طبعا الناس في ذلك الوقت ما يفكر شرع ما شاء وكذا وأخلاق وآداب وطبيعة ربوك وآخر ما يفكر شيء. إذا شاف نفسه مثلا أنه ما عنده بنات أو ما يجيب له شعبين وشوف عنده ثروات كثيرة مثلا عنده رئاسة وعنده مشيخة فهذا شاف روم إلى الشام إلى رومانيا الحبشة إلى الدول يجوا يسرق لطفل مثلا يختلس لطفل من الطريق من اي مكان افرض يغزون مكان يتبنى لهذا الولد مثل صهيب وامثاله اتبناه هذا عمه اللي اشتراه مثلا ولما تبناه سمى ابنه فهذا ينزله بمنزله الابن يدعيه يعني يسمونهم ادعياء ما يقول فلان دعي يعني معناه انه عايش في كنبي او في حمايه رجل ليس بأبيه وإنما هو دعي له يعني أن ذاك الرجل ادعى بنوة هذا فيسمونه دعي. وبالفعل بقيت شارعة ويرتبون عليها جميع آثار البنوة. يعني لما واحد يتبنى واحد ويصير عنده ثروة أو مال وموت يخلي هذا ويربيه ويخلي ابنه يورث جميع أمواله ويسلط على جميع عائلته وحرم عليه الزواج من بناته كما أنه حرم على نفسه الزواج من بنات ذاك لو تزوج يعني رتب على جميع آثار البنوة. طبعا الله سبحانه وتعالى جاء بالإسلام ما يحارب العقل ولا يحارب الأشياء الحسنة. يقول صلى الله عليه وآله جئت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني العرب سكان المشركين وكانوا كفار وكانوا جاهلية لكن أحيانا في حكمهم أو في تبنيهم بعض الأشياء أو اتخاذهم بعض العادات فيها نوع من الخلق. مثلا أفضل الكرم كرم كان من عادة الشجعان وعادة الرؤساء. مثلا كرم إجا الإسلام حفظ عليه وحفظ عليه وندب له أيضا زين. أو مثلا حماية الجار مثلا أو تربية اليتيم أو الخنوع على الضائع مثلا. فهذه الأخلاق في الإسلام بعضها نماها بعض أعدلها زين. فمثلا ميراث المرأة كانوا العرب ما ينظرون للمرأة بأي نظرة فيها شرف زين. يعني يشوفون المرأة هذه ما هي إلا مجرد متعة بس يعني ما هي إلا جنس أو نوع من قسم من البشر يتمتع به الإنسان يتمتع به الرجل فقط مؤثر
ما لها حق في أي دار في أي مجال من مجالات الحياة. إجا الإسلام حدد، يعني مو أنه وضعها في ذات الوضع الذي وضعها فيه الكافر، ولا رفعها إلى مستوى فوق ما وضعت له. وما أدري أنا بينت في بعض الليال يعني أن الإنسان الآن يجي ويحمل بعض أحداث الخلق ما لم يكن موضوعا له، لأن الله خلق الخلق وجعل كل وحدة وكل نوع يقوم بعمل من الأعمال، يقوم بمهمة من المهمات. خلق البحر ليقوم بمهمة، خلق السحاب ليقوم بمهمة، خلق السماء ليقوم بمهمة، خلق الأرض تقوم بمهمة، خلق الشمس وجعلها مغايرة القمر تقوم بمهمة، والقمر يقوم بمهمة أخرى. وهكذا البشر أيضا هم نوعها وخلها أنواع، جعل نوعا مثلا ذكر وإنثى، يا أيها الناس إنا خلقناكم في ريب من البحر فإنا خلقناكم من تراب، وفي قول ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهو خلقهم من نوعين، لكن المرأة وضعها في مكان تتأدي مهمة في المجتمع، هو محطة في شيء أو في قالب أو في كيفية يؤدي مهمة أخرى غير المهمة اللي تؤديها المرأة. المرأة قد يشترك معها في بعض المهمات، قد يشترك وياها في بعض المهمات، لكن مو في كل المهمات، مو كل المهمات. بعدين يا أخي ترى جعلهم جنسين متغايرين، زين؟ كما أنه طبعا ألقى في نفسية كل جنس الميل للآخر، لكن منطلق هو وضعه مو أنا أجابه، منطلق هو الذي وضعنا. بس الآن ما بس أحرمنا نتبنى عادات وتقاليد أجنبية يعني جاء بها الغرب الواقع، وتركنا الأخلاق التي قد وضعها الإسلام حماية للكرامة البشرية، يحمي الكرامة البشرية، بينما إحنا هدرنا الكرامة وجينا بأشياء وسببت هالأشياء حد الكرامة والحزة والمكان. مثلا أفرض يعني الآن تبنينا المخادنات، الله سبحانه وتعالى يقول محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدام، يعني معناه أنت أيها الشاب لا تجي وتخادر الفتاة والفتاة تخادر بدون أن يعرف أهلها ويعرفون أهلها، يعني ما هو إلا نظرة، والعياذ بالله نظرة سهم من سهام الشيطان البارحة. حولنا عليه سؤال يقول السؤال يعني أكو الناس من الشباب يزعمون أنهم يخاطرون البنات يزعمون إياهم يزعمون إياهم يبتسمون إياهم، لكن ما يتحقق لهم شيء من هالنوع. بس الواقع هذا اللي عمره بين أمرين، إما أنه كاتب في دعوة أو أنه لا مريض، يعني عنده مرض، عنده نقص في الخلفة، لا لو عنده نقص في الخلفة أو أنه لا يعني ثابت في دعوة في زعمه. بعدين على تقدير يعني هل لو فرضنا مثل ما نقول فرض يفرض المحل في محل، وإذا يا أخي لا تخلي بنزين جانب الضوء، أنت تضرب لك شمعة وتخلي أيضا نفسك بترول، من يقول أنت البترول يحتمل يعني هذا قد يكون بمجرد الهواء الطقس هذا يوصل بين هنا وبين هذا توش المكان، معقول يعني شيء الله وضعه قصة يعني ميل الذكر للأنثى والأنثى للذكر أمر طبيعي من نوانيس الخلق، يعني أمر قد وضعه الله. ثم بعدين إذا شد فرد من الأفراد، يعني بنفرض أن النوع البشري هكذا، لكن إجا واحد شاد مثلا، يعني أفرض واحد شاد لسبب من الأسباب، إما على فسيقولون زليخة زليخة الدولة العزيز، ويش الذي حملها على تعشق يوسف؟ ويش الذي حملها وهي ملكة أو زوجة عزيز لا أن تراود خادم؟ ويش اللي حملها؟ بالفعل سألوها، سألوها قالوا ولها نتير ويش اللي دعاش لها بكل زوجة ملك أخي وزير الاقتصاد ونائب الملك إذا خرج أو بدأ سفر وفي نفس الوقت وزير داخلية
يعني تحت الشلع والمال والنيابة عن الملك، وإن تجار التدريس في المصور وحدث عندي وشك إدعاج هذا مملوك شعري الأسلوب. قالت أتدروني ولا تدرون ما أنا فيه، وش الذي عندي قاد أولا لثلاث، يعني أنا ما أريد بغاوض إلا لثلاث دوافع. أولا أني في قصر أعيش في ثلاث نظافة وفراش نظيف وخدمة وراحة وأبنتين والخر في العربي والزح في الأبن الزين والزح في المطيب والزح طبعا في شرف، وهذه حتى الراحة بطبيعة الحال يدفع الإنسان إلى أن يتمتع بمقول يدفع الإنسان الراحة والترف وكذا والأمن والاطمئنان يدفعه إلى أن يشبع غرائز جميع غرائز الله. هذا من جهة، بالإضافة إلى أن فيها الضرب هذا وفيها الجو تريد بزوج الحنين يحجب أن يبارد تعمل نفسي يزوج. أضف إلى هذا كله، وإذا هذا هرد يدخل علي الذي في جمال آدم حين خلقه، لأن يوسف الواقع الله سبحانه وتعالى جعل لكل فرد من الأنبياء مؤلف، جعل لكل نبي آية، آية محمد البلاغة مثلا، آية موسى الكلام مع الله، آية عيسى مثلا أنه يبلغ أدنى، آية مثلا سليمان الملك، آية يحيى أنه حصول، وكل واحد إلى آية، آية مثلا أخطب داود أنه قتل جالوت الحصى، كل واحد إلى آية، آية نوح مثلا السفينة، هذا آية إيش؟ آية الله برسل من طريق غير مباشر لمصر، ينزلنا، ينشر الدعوة. زين مصر المفروض الله في الواقع في جمال بارع، نساء ورجال جمال بارع، فالله سبحانه وتعالى كون يوسف في اغلى درجات الكمال. يقول النبي صلى الله عليه واله الله خلق يوسف في جمال ادم حين خلقه، يعني وش تلاحظ جمال المشية موجودة، جمال الوجه موجود، جمال الأنف موجود، جمال الخد، جمال العين، جمال القامة، جمال كذا، جمال اللسان، جمال المنطق، كل شيء جمال كله موجود في يوسف. فتقول له أنا أولا فيه، تقول له أولا فيه ترك، وفيه نحن وراحة وخدمة وكذا وقصر، زين؟ وفيه نظافة، بالإضافة إلى أن زوج حلمي، وما أقدر أتخلص منه، هذا ما أقدر هذا مو صحيح حتى احتصار. لا لا وزير مالية الدولة غير دولة طالبين مشكلة، وما أقدر أقول لما أنكذب منك ولا أقدر أخونه، لكن خذت ما أقول لك قتل وابتليت بغلام تحت الذي طائراتي مهجما، هذا حتى لا تهتم الذي دفعه إلى يا عم ما يصير، بس أنت تخلي نفط إلى جانب نار يا أخي قد يحمل الطقس شيئا حرارة النار ويوصلها بما يطير من البنزين فيشد مكانه. بعدين لو فرضنا مثل ما قلنا فرض محال، قلنا محال فرضنا شيء مستحيل على أن أنت فرض منها المجموعة، يعني بنفرض 100,000 نسمة أو مليون نسمة، طبيعتهم البشرية أن إذا اجتمعت ذكر مع الأنثى لابد أن يخلق بينهم ما يشير الكلام، أنت فرض من هالنوع البشري صار عندك لسبب من الأسباب عدم التفات إلى ما إلى 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 الغريزة الجنسية، ما يصير أنت تقيس جميع البشر على نفسك، أنت واحد من هالنوع كله، فما يقيسون جميع النوع على شاب، شاب يقيسون جميع النوع عليه، ليه؟ ودي تقول لهم والله أنا أبدا هذا عندي هذا كان أبدا ولا يهمني ولا كذا، وهذا أمزح ويا البنات وأضحك وياهم، إذن هل أنك عندك الملكة؟ الفتاة اللي وياك عندها الملكة؟ أنت عندك لكن هي عندها، يا أنت لما تفتح وياه وأنت شاب أفرض أنت عندك ملكة، أو لأنك مريض أو لأنك ناقص في الخلقة، الفتاة اللي في خبارك مش ناقصة، إذا لم تحصل متعتها منك ستميل إلى غيرك، يعني بتحملها على أنك غيرك، فأنت معناه تلقي بها إلى الهلكة أو تلقي من نفسك وياها لك. إجمالا فالله سبحانه وتعالى وضع مثل وحدات الخلق كل شيء يؤدي مهمة لا يؤدي الآخر، لأن وحدتنا طبعا في زمان في قبل الليلتين من أن قد تشترك المرأة في عمل ما، لكن قلنا على أن لا يكون إذا أريد غاية أو الفتاة تريد غاية أو الفتى يريد غاية
من الغايات سامية وشريفة فيها رضا لله، لكن الوسط في محرم. يعني هذه الواسطة ما تفرق عن الغاية، ما تفرق. يعني افرض انا اريد اصلي الان في هالمكان، لكن ملزم ان اشرب كأس من الخمر قبل الصلاة. لا والله انا بشرب حتى يخلوني اصلي، ولا لا بشرب ولا ولا اصلي. فهذا يا اخي غاية ما تبر واسطة. اي هذا مثلا افرض حتى تكون الحرام شو صير؟ يعني خلص تشاكره، خلي تشتغلك وتنزح ويا البندي ويا السيف ويا البوديان ويا العدل وتتحسن وما ادري ايش، لانها تتعلم بدون تعليمها. بس توصل باكر دكتوره تنفع المجتمع، الدكتور تنفع المجتمع من جهه وتفسد المجتمع من جهه اخرى. على اي حال نرجع على اصل الموضوع، فالمراه وضعها الاسلام في موضع وسط في مكانها التي قد وضعها فيها. يعني لا جعلها في موضع مساوية للرجل، ولا جعلها في الموضع الذي قد وضعها المشركون فيها. وفلاحظ انت وربك انت العبد بالبنت، انت العبد بالمرأة. فلاحظنا اصبحت من اسوأ الالعاب بالنسبة للرجل. يا ليه يلعب بسيارة الحديدة بس ما يلعب بالمرأة؟ ونحن نريد نتبعهم على هذا. على اي حال، فجاء الاسلام وعدل هالماده الموجوده عند العرب، وهو التبني الكلي الذي يرتب عليه العربي جميع افعال البنوه. عدل هالماده باي واسطه؟ عدلها بمحمد صلى الله عليه واله. قال له ترى انا اريد عدل هالماده، لكن من طريقه انت من طريقه. عند زيد بن حارثة، زيد بن حارثة هذا شنو؟ زيد بن حارثة هذا الولد جدك مسروق شارقينها العرب ذولي، وجابوا إلى مكة وتبناه محمد، تبناه النبي. فمتوا يدورونه مع الترقى ويا النبي وكمرتا فريان طائف. زيد بن حارثة معروف يعني، وأهل يدورون المكان لمكان ومن حي لحي ومن عرب لعرب، لا إلى أن قال لهم ولدتم ترى في مكة. وجو بالفعل رجال صار تقدم آداب النبي، خلف الأخلاق صار مسلم ليه؟ وطبعا يعني بعضهم عند أهله واختلسوه الكافر والكفار. والآن لا، يعني كأنما ثبت في قلبه حلاوة تأييد النبي، وصار بعد ما يقدر يفارق النبي أبدا. وبالفعل جو شافوا، تعرف ابو شايب ولا طالب من زمان المسلمين، بالفعل اخذ كل واحد يبكي لما شاف الاثار. التفت النبي رقه وشفقه، قال لزيد، قال له نعم، قال له ترى انا انت مو يعني انا اتملك انت حر، تريد تبقى وياي او تريد تمضي مع ابي؟ لا تقول انا جبرتك او الجبتك او كذا ابدا، لأن أنا مو من مذهبي ولا من ديني أن أقطع رحم عن رحم. إحنا نعمر بصلة الأرحام، أنه بدي أقول لك يا تروحي يا أخوك أنا تعبان عليك وأنا مقدم لك النوم. فأنت اختار كيف؟ بتروح هذا والدك، بتبقى أنا حاضر. زين؟ قال لا والله لصحبتك أحب إلي جدا. يعني أبدا. زين؟ وبقي يسمون ابن محمد، زيد بن محمد. وصل إلى قصة الجواز. زين هذه زينب بنت جحش وهي بنت خالة النبي. إجا النبي يخطبها علماً، يخطبها إلى الليل. قالت يا رسول الله شوية هضيمة علي، لأني خالة وهاشمية وزوجني من واحد مولى، يعني شوية مي عدلة. نزلت الآية: فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا إجا النبي والنبي ما بيقول له أو أسوي هذا، كل على المؤمن أن يخضع. بعد لا يلاحظ السلبيات اللي يصورها، لأن النبي والله ما يحكم على الحكم إلا وفيه إيجابيات يعني تغطي مصلحتها على جميع السلبيات الموجوده. لازم يخضع
كيف أن زوجها؟ زوجها تعرف هذه هاشمية، وهذا طبعا رسول الله بالذات منا أبو هناك وعشيرته هناك. شوف ولذلك هناك لما يجي القرآن يذكر الكفاءة بالنسبة للزوج والزوجة، يعني أيها الفتاة لا تتزوج من هي فوقك، وأنت أيها الفتاة لا تتزوج من هو فوقك. مو قصة يعني أنه غنى فقط، لا مو هذا. لاحظ القرآن، الخبيثات للخبيث والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. انت مو ابن عشيره وابن جماعه ومؤمن وتقي جدك ابوك، واذا تروح تتبنى للفلبينيه، تروح تتبنى للكوريه، هنديه، شو شكلها؟ شفت خدودها وشفت جيلها وشفت كذا وحمرتها ومشيتها حركتها كتابت بس انا هذه احبها ترى هاي صدره ما شاء الله تصدرها، يتنازل عن دينه بس علشان يتصل بها، او تتنازل عن دينه حتى تتصل بها. هذا رسلا يهدين اللي بتنازلها علشان جد، وانت يا فتى وشرن يهدين اللي عندك اللي بتتنازل عنه علشان جد. يا حمي دولار محمد بن عبد الله بن سيف 84 غزوة غزاها 84 غزوة، وسالت دماء وترملت نساء ويثمت أطفال علشان ماش يبغي يطلعهم من دين ولدي. 84 غزوة وكان ينهشه ولا بس هشه لوما ما قبل وهلي انت انجليزي او انت كوري او مسيحي ما يقبلون. قالوا يا سيد اشري بس اشري اترك المحكمة بس اشري ربك دل السعيد كل مستقبل. الله يرحم المفيد ايامنا المفيد، يعني كان في ايامنا الواقع اولا يرأس الطائفة الشيخي، وكان عشر على كل حال مفيد الذي يطلع الذي يطلع التوقيع من الناحية في مدحة هذا مشرد، هذا يعني محيط جميع المذاهب الإسلامية ترجع لهون مذاهب الإسلامية حتى اليهود، يعني ذول علماء اليهود وقسيسي النصارى قد يشكر عليهم كثير العبارات التوراة والإنجيل، يجون إلى بغداد يستفسرون ماذا يريد التوراة والإنجيل. لاحظ المفيد وما أدراك، شاهد فرد اليهودي شاف يعني الواقع المسلمين يسمون آداب أخلاق عندهم اتزان في أفعالهم في أقوالهم جلساتهم علم كذا، لا والله قال أنا أسلم لأن اليهودية هاي ما فيها مكسرات كثيرة وقرائن أسلم. الشيخ الحضر رحمه الله كفت إلى خاصة يعني الجماعة كم يوم يا جماعة ترى أبو أدنى يهود جاي من بغداد وهذا تارك أهله وتارك جماعته وتارك دينه وتارك عقيدته أسلم هالشكل، يعني قناعة بالدين مو أسلم علشان يعرس، لا 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 قناعة أسلم عن قناعة، لكن الآن يسلمون أو يسلمون مو عن قناعة عن يعني إرضاء شهوة بس مو أكثر، وإلا يعتقد لا هذا ولا ذاك، لا اللي صار مكان الإنجليزي شيعي ولا اللي صار مكان الإنجليزي شيعي، كلهم لا هذا صار شيعي ولا ذاك صار شيعي. شاهد بيع رخيص على أيام الدين من رخيص من أولى شاهد هذا أسلم عن قناعة، يعني ما جاي يقول يأخذون فتاة وعاشر منهم فتاة، لا عن قناعة، الرجل قرأ القرآن وقرأ الكتب والرجل عاقل أسلم عن قناعة. لكن تعرف يا أخي الدين عزيز، لا تعرف يفكر يقول كيف أنا شكلي آبائي وأجدادي ويربوني على دين، هذا يقول عقله
ترى أعطاك وعندك ما ينجرك للنار وهذا قرآن المنى جرس المحمد ونقلنا وقلنا أنا لا والله اشتقر الشيخ محمد يعني رغبة في بقاء ورغبة في التزام ورغبة في بقاء على الدين التفت لحاجتك يا جماعة ترى هذا الكلام هل سنينا مكان عزرة الآن سنينا عبد الله وعبد الوهاب أكثرك يهودي ويقطع من الذين الأمر صعب فإن كنت لا تحصل أكرموا أجئتوا مجالسكم ادعوا كذا احترموا بجلوا ساعدوا في مهماته وفي مهماته قالوا إن شاء الله بالفعل أخذوا إن شاء الله لا والله أطاعوا تدريس على النور الشيعة إلى أن قالهم يا جماعة شوفوا لي بعد فد واحد بالوجوه على دين الإسلام زوجوا بالفعل بقي مقدار 10، 12، 15، 20 سنة إن هالمدة هذه صارت عند ذي بلغت من العمر 14-15 سنة وما بدل بعد خلص احتاروا أسكروا ونصروا وكذا صار مسلم خرج من ذاك الإطار وأخذ دائما يوفق نفسه على مكاره على العبادات وعلى التقوى وعلى كذا وصار جاء بنت من هالمرأة اللي أخذها من عندهم الآن بلغ صار عمرها 16-17 سنة بعد 20 سنة إجا يهودي آخر أنت عن قناعة يا علي شعر تمارس كذا وتعلم طالع الكتب والقرآن والتفسير عن قناعة بعد جلس لم يجلس شيخ المفيد وأسلم على يده المفيد أيضا نفسه أراد عن نفس المعاملة التفت أيضا لجماعة قال يا جماعة ترى هذا الثاني إن شاء الله يعني دين الإسلام محفوظ إن شاء الله في ربي والله يهدي الناس والله يزيدهم فأنتم أيضا أحسنوا لهذا شوفوا لي أبويت الزين وشوفوا لي كلام بالفعل والله ضر شهر شهرين ثلاثة كذا هنا هنا أي سبب قناعة للإسلام مو أكثر قالوا يا جماعة إحنا ليش ما نزود هذا اليهودي معانا هذا اللي أسلم الحصر أقول لي فإحنا ليش ما نزوجه قال واحد حصل هدف هذا اللي أسلم قبل 20 سنة حتى بالتسعين على الزواج لا بد عمرها خلنا الزوجة يا عبد الرحمن جو جماعة من وجهة جو إلى بالفعل وكلموا يا عبد الرحمن تتعرف أن الإسلام وكذا وكرامته وإحنا على كل حال ساعدنا وإن شاء الله الله يعطينا وإياه بالثواب وأمر المسؤولية وهي بنت كان حيث أمرها يعني لابد 16-17 سنة وإحنا نرغب في أن تساعدنا مثل ما ساعدنا تساعدنا على إيه تقريبا بعد هاي بنت تكتبها لهذا فلان هذا يا فلان يا فلان 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 الله طلع من ظلمات الكفر اليهودية إلى نور الهداية قال أنا اسمع ليه عندكم مؤمن منكم ما عندنا لكن هذا كيف يا حبيبي قال لا لأنكم لا تعلمون ما أعلم أنا أدرى منكم سريعا كيف قالها قال انتو ناس مسلمين في الفتح انتو الناس من فتحتون انتم في الاسلام لتشرف الايمان انا لا انا طالح من دين اخر ومو سهل على الانسان يترك دين اباءه واجداده ويطلع الى دين اخر يخالف معه اباءه واجداده مو سهل هل تعلمون انكم زوجتموني واكرمتموني وحفاوة وتفريض وكذا وزوجتموني ولكن بقيت إلى سنتين وأنا أحاول نفسي وأبكى عقلي ويا نفسي يا الله استطعت أتغلل على نفسيتي وأستقر على دين الإسلام مو شوية يعني اختلاع عقيدة من خلف هذه المدينة كاملة يرسل لها العقيدة ما تقدر كهالقتل وهالقتل سفك الدماء علينا هالحروب هاي سفك العقائد أحتفظ شيء وأحتفظ شيء آخر قال هذا اسمحوا لي لأنه قطع مثلي وما أدري هل يستمر أو يرجع قال ايش تسوون قلنا عليك لولا طوعت في نفسه أن يرجع إلى دين الأول وترك الإسلام شاف الشدة وشاف التساهل شاف صلاة جماعة وشاف حج وشاف مدرسة وشاف وشاف شي ما محتاج عليه هو الحين طوعت في نفسه يرجع ايش أسوي أنا قال يا دوس ولد دوس بنتي بكافر أول خل أشوفه يقول حضور 4-5 سنوات أو إذا تزيل زوجاته ولا ولد أنا عدتم على ماذا وإذا الآن الأمر سهل
ويا ليش التدريب قال انجليزية بكذا بمدري ايش كورية. قال لا بتسلم سلمان قال هالمحداث ايه رئيس من مشفى يا اخي الاسلام اذا ما سرع انخلع مو لأجل رسول الله سهوة او جن. الاسلام لابد انتقام اللي عن قناعة واحتقار وشوية اقتلاع عقيدة من قلب اجمالا. فعليه ان الاسلام قد وضع هذه الاشياء وجعل القرآن هو طريق الهدى وخبر في الكفاءات. واذا وجدت سنة ايضا المؤمن كفء المؤمن. اذا قلت ايها الشاب ان تتجول وتقترن وتشعر بحياتك لا بد ان تنظر الى امرأة تساوقك فيما انت فيه في النسب في الايمان في التقوى في الحفظ في انت شنو لا بد تقصد ما يناسبك. زين يقول صلى الله عليه واله نار لنطفئكم ترى اعتقد هذه النطفه التي في غرق امال عندك فانظر في اي مكان تضعها. شاهد فزيد بن حارثة يعتبر مولى عند الناس وهاي هاشمية صار بينهم المناوشات كل اللي يهدر عليه وانت وين وانا وين لو ما رسول الله عزمني ان كان انا ما سويت مثلك. وهو يقول يا ربي اجا رسول الله يا رسول الله طلقها والله تسني انا ابو وحدة مثلي وانا تفقيه ولا كذا وهي دائما بالعيد والنبي يقول امسك عليك زوجك واتق الله الله يعطيه مشرك تبين. وإذا نفس زينب اللي تزوجها زيد الله مخللها في اللستة إلى محمد من زوجاته في اللستة مقصورة إيه؟ لستة الزوجات ما رسول الله وإذا من جملة كل زينب. إذن الآن شلون رسول الله يقوم يطلقها من زيد يتزوجها وش يجوز ألسنة العرب؟ وألسنة العرب حادة يا أخي. وإذا يجيه الحساب من الله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ليه؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم توفر. شو لاحظ أنه سوى؟ يريد يبقي الشيء الذي يتناسب الأخلاق ما يتناسب ويا طبيعة الحقوق. الشلي ضيع الحقوق المواد والنقاط في التبني اللي ضيع الحقوق حذفها وأبقى الشلي يتناسب مع القرآن والأخلاق النبوية. قال الإسلام ما يمنع تأخذ طفل وتربي وتتبنى مرضمانة هذه رحمة هذا ثواب خذ طفل وتتبنى هو الولدي وربه وحنو عليه واتفق عليه. لكن إذا وصل إلى رشدك لا قلنا ترى يا بني يا رجال عمرك 14 سنة وانت يحرم عليك المخالفة لي يا بناتي وزوجتي وكذا. وعلى كل حال أنا يعني رغبة في الثواب ربيتك وانت على كل حال شوف لك تريد ذنبك وحدة بناتي حاضر سوي اذا حتى مثلا تشوف مؤمن وعندك ما ادوي مقمانة فيريد الله يكون لو هذا الولد لو ابتلي واحد من المؤمنين في الزمان اللي عشان ابتلي به محمد يعني فد واحد الشكل ورب له فد واحد وهل واحد تزوج وطلق زوجته ما يحرم على أن يزوجه لكي لا يكون حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. هذا شو يسمونه؟ هذا يسمونه تبني. زين نرجع إلى التبني القسم الثالث وهو البنوة التربوية. البنوة التربوية إيش معناها؟ هو معنى تعاطاها الآن مثلا أفرض أطفال ابن معلم لنعلم طبعا يعلمهم القرآن وعلمهم مثلا أفرض أو في مدرسة في صف مثلا من الطفل تشوف خط الطلاب يصير الأستاذ وقير ويصير مؤمن ويصير تقي. تشوف الطالب يكتشف من عاداته وتقاليده وحركاته وتهذيب لسانه وألفاظه وكذا
ويصير كأنه ابن إذا جلس في مجلس أنا الأنفس تنادس الناس تبارك رحمة الله والأبطال مع الابتدائي الله يجازي خير أبو عبد الجليل إيه سألته يعني عن قصة وشو ما في الأئمة واحد أسأله أقول له أنت كم نبي عندك قال أنا عندي 124,000 نبي أدريت سألت واحد نزع الأئمة سألت واحد إنت أمتل من درستم قال أستاذ إبراهيم لاحظ يعني معناه أنه مو يعني الدماغ المدرسية بعد هم في كل شبه يعني كل من صارح حدثوا أولادكم حدثوا أولادكم قبل أن يستقضوا عليهم الجبابرة والمرجعة والمدرسين الفت نظر ابنك إلى أخيرة أهل البيت وإلى غمد أهل البيت وكذلك أنت أيها المدرس ترى هذه أمانة في حقوقك أطفال الناس وانت تعرف الحق وين صاير وتعرف اذا انت استاذ كيف تستطيع ان تأدي ربطتك لان هذا ابنك سيصنع ابنك هذا بيمثل هذا الولد بيمثل هذا انت لا تقول انا والله انا من الم سنفرغ من عين استاذ هذا اللي في استرعبك لا لا بيمثلك هذا بينقل جميع حركاتك وجميع اقوالك وافعالك وادابك بينقلها الى المجتمع لان هذا بيبتسم يعني يستشف جميع ما يراه امام هذا الطفل فهذه ايضا هم بنوه هذول اللي فطف ابناء علي من ياجها من هجها حبيب بن مظاهر ابن علي زهير بن لقيح ابن علي جون ابن علي كل الشيعه ابناء علي كل الشيعه ابناء علي ليه لأنهم يعيشون في إطار مدرسته فهم إذن أبناء علي يعني أبناء الفكرة لما يتبنون عادات علي وتقاليد علي وعبادة علي وطريق علي وتوجيه علي وعلم علي يعني معناه أبناء علي فكأن السيد يقصد هذا القسم يقول أن الذين قتلوا بالطف أبناء علي من جهتين الابن الصلب التربوي والابن التربوي فكلهم اذا ابناء علي بن ابي طالب اجي هذا الشاعر طبعا ويلتفت الى هؤلاء بني هاشم الذي بقيه السيف بقيه السيف يقولهم انتظر ابناءكم ترى ماتوا يوم الصد لكن رفعوا رؤوسكم بهالمصائب بشرى بني فهر فابناؤكم ماتوا انا ادري ماتوا وهم اعلى الوراء اشهر وراء علينا لا تلطموا الايدي ترى هذه الكيفيه والسبب والطريق الذي سلكوا في الموت رفعوا به رؤوس من ينتسب اليهم نسبا او تربيه ولذلك انت لاحظ الان بالفعل نحن هل ماتم هذا شو نسمي غير ماتم غير معزه غير حسيني وش نسوي في الحسيني احنا غير قاعدين نتلذذ ونستمع الى ان يجيب الخطيب ابيات وغزيه اذا كنا بما حل على ابيات نبكي واذا احنا نعتز بهالحكي ما لا تخامرنا بالله ولا نفكر في اننا علينا بل نعتز اذا قال الخطيب على المنبر يا مظلوم ونعتد إذا قال الدائرة السلام على من غصه دمه غيرنا ما يقبل أن يقال في إمامي هذا موجود على أن أخذوه قتلوه لبوه ورى المدينة لكن هل ترى من يعتد ويكبر على رسالة الحشي السلام على شهيد القرآن تتانى لكن احنا نقول السلام على من غصه دمه لأن يعتقد هالكلمة لما نقولها كأنها سهم في تنفيذ العدو وكأنها تاج لتردى ليه؟ لأن الحسين وأصحابه قتلوا في سبيل الحق ليه؟ ويمكن واحد يقول لكم الله هذا شيء اعتدتون انتم أيها الشيعة هذا اعتياد اعتدتون من 14 يقول لا نقول من أول يومه زين العابد صاحب المصيبة وهو المصاب فيها وإذا في مجلس يزيد نفسه في مجلس القاتل وإذا يقول ليزيد لما سمع الخطيب سمع ابن أبي طالب قال ليزيد اغفر لي أنا أصعد المنبر يقول ما لنا فيه رفع والناس في صلاح ترتبوا شتم على المنبر هذا مو من المنبر المنبر ما التوجيه ما الإرشاد ما التذكير ما النصيحة ما الأخلاق ما التعليم مو المنبر يسب يتأجر تعطيه فلوس على أهل الناس
لا هو يستفيد من المجتمع، لكن خل أصعد كان يقول لك خل أصعد وأراويك اللي مبلغونه في أي شيء. إحنا أهل المنابر لما ممنوع قالوا للجماعة الذي حولك خفف عالفها وهذا أسير وبناته وأخواته وإيش بيقول بحمر سبب قمر هالحالة. قال والله إذا افتحت سوف لا يمكن إلا لطبيعتي وطبيعتي. لا والله لا قالوا بي لا أمسعت أول الكريمة قال من عرفني فقد عرفني. وإلا اعتقد لو غيره في مكانه ما يعرف نفسه ما يعرف نفسه بالناس، لأن إذا الإنسان يشعر بذلة لما هو فيه زي لا ما يشوف أحد قدام اللي عرفه ما يريد أحد عرفه. وإذا هو لا يشعر نفسه أنه في علم يعني جميع ما أصاب في سبيل الله يحتز ويفتخر بما أصابه لأنه في سبيل الله. يقول ما دام في سبيل الله أفتخر مهما أنكر من شدة ذلة. وإذا يصعد يقول أنا من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنا أعرفه بنفسي أنا علي بن الحسين. أنا من أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا. أنا من زمزم والصفا، أنا من مكة ومنى، أنا من محمد المصطفى، أنا من علي المرتضى، أنا من فاطمة الزهرة، أنا من خديجة الكبرى، أنا من لقيات الجيوب، أنا من عديمات الحروب، أنا من خير الورى، إلى أن قال أنا من قتل في الله صبرا وكفاني بهذا الله. ما زال بالله يقول أنا أدري أبوي قتل قطعت أعضاؤه وطئ بالخيل قتل صبرا دفعه، لكن أفتخر بهالقتل ما يحترم ذل أذكرها فيها المكان على رؤوس الأشهاد. أنا ابن من قتل في الله صبرا وكفاني بهذا صبرا. وجلد زين عابدين وقامت العقيلة زينب وكأنما قد أرسل على يزيد الشح سلط عليه أشح الليزر زين وأخذ يذوب يزيد كما يذوب الرصاص وأتباعه. وقامت العقيلة زينب قالت أننا العبد ابن الطلقة تحذيرك بناتك وإيمانك وخلقك بنات رسول الله. واحد يختلق الصوت وما اعتقد واحد مع الكلمة الباقرة صغرات أبدا لأن شافوا ألفاظ جديدة عاشرية معارية على السرهات والخراريس وعلى العز والرق. وإذا الآن أهل بيت الرحمة أهل الفصاح وثلاثة أهل نقص وفي وسط المجلس شافوا حشي جديد. وإذا كلهم صخروا يعني عرب واخترق الصوت ووصل إلى أذن هند التفت الزوجة التفت أمدها قالت روح أشوفي ترى أنا في أذني صوت علي بن أبي طالب هذا الصوت اللي أسمع كأنه نغمات علي بن أبي طالب أشوف بالفعل جثة الخامسة فتنافع علي بن أبي طالب امرأة عليها رداء أدخن وأتضبط المسجد سألت الخدم من هذا الدكتور قال وزينة بنت علي بن أبي طالب نعم بنت فاطمة أي نعم رجعت الخادمة عم ذهينا صاير قال ترى اللي تخطب وهالصوت اللي من زينب بنت علي بنت علي بن أبي طالب ايش جابها تمسك ابنان هالجنة بهالمكان بنفس حجامة ارتدت بردائها واجت شقت الصفوف طالعت تبين هند عايشة ويا زينب ثلاث سنين ستة أشهر في بيت علي بن أبي طالب أبوها شخصية في الشخصيات مرموق. فلما سافر ائتمنها بيت علي بن أبي طالب وما في سفر ولم يرجع دارت الدوائر زوجت الجديد. لكن لما وصل الشبايا وإذا تشوف زينب صدق المجلس ذيك المخدرة ذيك الذي لا تراها الشام وإذا فتت مجلس هتكت خمارها وعرفت بنفسها على زينب السلام عليك سيد الجديد ومن المكان السلم عليه اختنقت زينب بعبرتها رفع راسه لما انقطعت خطبه زينب رفع راسه يزيد شاب واذا هند كاش حاسب راسها الفصل في وسط المجلس فالقى حضارته على راسها قالت سود الله وجهك يا يزيد اتخشى ان ادخل الى مجلسك وانا ابنه عامر وهذه زينب ابنه علي ابنة فاطمة قال خذي بنات عمك فليقمن النياحة على الحسين فإنه صريخة قريش وأخذته من المجلس وأول حادثة وأول نائحة وأول ماتم وأول فاتحة في بيت يزيد بن معاوية. وإذا لما دخلت العقيلة زينب تبين النساء هناك جامت بنت إلها صلة بأهل البيت من بنات عقيل لأن يعني عقيل تزوج في الشام وبناته جابوا ذرية وهاي لكن ما تعرف تعرفهم هواش الله
لكن ما تعرف هاي زينب وهي المقرية وهي الثانية، بس شافت إبراهيم اللي ترتب النساء وهي اللي تسليهم وهي اللي تمسح على رؤوس الأطفال وهي اللي تفضل النساء، عرفتها رئيسة لكن هي زينب أو غيرها ما تدري. قالت سيدتي أنا علي أقرأ وأنتم عليكن البكاء، لأنتم ما حملوا أصوات الأقراء لكن علي البركة، أنا أيضا محروم قولي أسمق الأهل مقتولين وما شفتهم إلى الآن. زينب طالعت البنت شافت عليها شفنة الوجه كأنها أشرية، لكن أرادت تستنفقها لتعلم من تبكي، نادت عين جودي عين جودي بعبرة وعويل ودوا من ندرت آلة مسعودي شبغتهم كلهم لصد عليهم قد عبيدوا وتسغطوا عقيد. زينب التفت لهذه الفتاة الشامية، كيف تعرف آل عقيد؟ كيف تعرف بني هاشم؟ كيف تعرف أولاد علي؟ منيه كأنك تعرفيهم، قالت لهم لي قتله ولكن لم أعرفهم ولم أصل إليهم. نادت شمالت يا بنتي زايت عليك تبصيبه من دون أهلها البيت من حول أو قريب، كما نحرتيها جت أحزاني عليها حربين وبشنش بحايا بغتي من الوادي بنوتي أخسي والله بريد وبنتي منتي قريب. نادت أنا مضطر برجكم لا أتمنى ليل ونهاري من سمع تحت المدور، لكن غريبة وبين جانب وين أنا وانا منكم جريب اهلي هواتف وانتهى الغدهم بعدني واسمع ذكرهم وصدم نوعي واسمع تسم زينب حظي ما تعدني اجعدوا يا وقت من حر النجيب.